السلام عليكم. صفحة الإضراب اللي مستضافة لنا الدكتورة سلمى متيحي، أخصائية بالأمراض الجلدية والتناسلية والليزر والتجميل. تتكلم الليلة عن أضرار مستحضرات التجميل للبشرة والحلول البديلة. تفضلي دكتورة. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الليلة لصفحة إضراب الأطباء. الليلة لا نتكلم عن أضرار مستحضرات التبييض، اللي مستحضرات التجميل ما يهم المضرة. وأول شيء نبقى نعدل المقدمة شوية على الجلد. الجلد اللي هي لابو هو أهم عضو في الإنسان، ياسر من خلق متخيل إنه ما مهم، هو أهم عضو في جلدي، هو ديجا اللي مغطي الأعضاء الروحانية، هو أكبر عضو مالي. والجلد متكون من قدر من الطبقات، من هذه الطبقات الأساسية، وكل طبقة فيها مالي قدر من الطبقات. الطبقة الفوقانية اللي قالها ليبيدير هي مراسة فيها خمس طبقات، ودوكا خمس طبقات كلهم فيها طبقات. والطبقة الأولى اللي قالها لاكوش كورني، لاكوش كورني بالعربية اللي هي القرنية، القرنية فيها من أربع طبقات إلى ثمان طبقات، وذيك لاكوش كورني هي اللي تحمي الجلد فر من العوامل الخارجية، تحمي من الجراثيم، تحمي من درجة الحرارة ياسر، تحمي من الشمس، تحمي من ياسر من الأمور. ومن لي فونكسيون دو جلد ومو من وظائف الجلد، من وظائف الجلد انه اولا كما قلت يحمي من العوامل الخارجية اللي هو لا يحمينا من الجراثيم. ثانيا هو اللي يعادل درجة الحرارة، درجة الحرارة حامية حتى ولا باردة حتى هو اللي عادلها، لكن الإنسان ما يتضرر ويساعد المالي في وظائف المناعة. وهو اللي سنتيزي لا فيتامين دي، هي لا فيتامين دي مهمة للعظام وياسر وبالنسبة للمستحضرات اللي كنا هامنا نتكلم عنها، مستحضرات التجميل اللي تعمل حتى هنا جهه عليها تعملوها حتى واكثر من كاع متخيلوا منها ما هي مضره وانها ما فيهاش المواد المبيضه. المواد المبيضه فهم ياسر من انواع المواد المبيضه، فهم اللي قالوا لي كورتكويد. لي كورتكويد المعروف محليا بلي تشيب لي برودوي، لي برودوي كيف نوفات وكلوفات وتينوفات وياسر من لي برودوي. دوك لي دوم كورتكويد مدارهم ياسر، عنده مدار جلديه ومدار على الجسم الثاني. اللي ما يعرف الخلق هي شي ندار على الجلد لا يمشي في الدم ويقيس الاعضاء الاخرى، ما هو الا الجلدي واحد. الو المدار الجلدية منها اولا لا يرقد الجلد، ذو الطبقات اللي كنت نتكلم عنهم اللي مهمين هو لا يحوز عليهم وثم يرقدهم يتعود الجلد الريبي، فهمتي، يتعود ويعود ما تلقى يقوم بوظائفه. ثانيا لا يعطي اللي قالوا لي فيرجيتي التبطاط اللي هو مشكله مشينا عند العيال. التبطاط هي جلده خسرت نهائيا، ديك الجلده اللي خسرت واعر اللي تلي رجع، فهمتي، و دائما اللي عليها تيجوني يدوروا شي التبطاط. الجلد الشخص اللي واعر اللي عليه يرجع على وش بدا لقاه شحال ضايع، ويعطوا لي تاش في البدايه يقدروا يصبوا له لقاه شحال عقب ذاك يرجعوا لي، لا يرجعوا لي شويه دي تاش كحل ولا دي تاش كبير، يعني الاثنين اللي يقدروا يرجعوا لي. وتوفى هذا لا بالنسبه للي جلدي منه، بالنسبه لينا نمشي للدم الصبع كاع لا يعطي اضرار اخرى. حنا ما نراعوا، حنا نراعوا لا في الجلد، انا قد طلع السكر لا يعطي اضرار للكورتيكويد الداخلي، قد يطلع السكر وقد يطلع تونسيون وخالك شي لاكس ايبوتالامو ايبوفيزال قال لي في الهرمونات ولا يبلوكي لاك لاكس ونين يبلوكي لا خصو الهرمونات لا خصو الهرمونات الجاسي المبايض. على العيالات اللي عاد عندها مشكله في الحمل وحتى الى حملت لا يعود يجيني صغير اللي لا يباسو شروجين ولا يخسر الهرمونات، هرمونات من الهرمونات اللي في الدماغ، الهرمونات الغدة ولا غير لا يخسر. هذا الانسان ما يراعي فيه، فهمتي. وفهم لي ديكا من سرطان الجلد، ياسر من ديكا من سرطان الجلد سبب لا ليكورتيكويد، سرطان الجلد يجي يكونوا اوكي. ها بالنسبه ليكورتيكويد فما دخان كاع لي هيدروكينون، هيدروكينون اغلب المستحضرات هي هيدروكينون هون ثاني اسم شاي الود هيدروكينون المعدن كاع هيدروكينون ياسر من الدهينات اللي خاطر نتخيلوا انه معادن. انا اسامي بهاي الشائعه اللي عملها والله كيف تشوفي كنزه كنزه فايزه بيها فيس بيها ذو الدهاين في اللي الخلق متخيلهم انهم عاجلين شر لي بيه،
خيلهم عاجين ايديال لهذا الدهين ثلفي مع انه هو مكتوب عليهم يكون دهين عشبية. شفتي اغلب الدهين ما هي كتبوا عليهم المادة المضرة فيه، ما تكتب لهم قايلين محلل راي اللي هي فيه. على كل حال كاشي عرفت من اي دهينة بيضتوا فيها شي مضر، ما خالد مستحضر وكاي بيضت اليوم تين ما في شي مضر. مستحضرات اللي عادية ما مضرة جنرالمان لا تعطي توحد لون البشرة وتعطي صقلة عادية ما هو التبياض اللي هام عليات. لما تقول الأسئلة اللي جاونا على الخاص، أول سؤال جانا كيفية العناية بالبشرة الجافة وأفضل غسول وكريم مستخدم لها؟ البشرة الجافة جنرالمان هي بشرة هي البشرة فيها غدة تبرز الدسم، هيك الغدة تعي تعود إفرازاتها ما هي تشينة حتى تعطي البشرة الجافة، وتعي تعود إفرازاتها تشينة حتى. نذكر في عوامل وراثية وفي عوامل زايد على ذلك مناخية، alors هذه la pollution الشبر ينشب البشرة. alors يا ترى قاش أولا اسم شيء قال الصابون، الصابون اللي فيه مادة الصابون تلبس البشرة. يجب بعض خارجين دي صابون ما فيهم صابون، دي صابون سيلغرام قالوا والله ما دي جل سيلغرام أفضل صابون ولا دي جل؟ لا سياني هو ميم تخيك يعدلوا فيه صابون يعدلوا فيه جل، بيه لي صابون معروف انه دائما ترسب على البشرة. لا لا هو عود ما فيه صابون، لا اسمه صابون وتوب يقال ما فيه صابون هو عود سون صابون وتوب يعدلوا نفس الشيء يعدلوا صابون يعدلوا جل حسب ذاك اللي اختار لك شنو خاب يختار جل شنو خاب يختار صابون. وتو يقبع دي صابون سيلغا لأن هما يدسمون البشرة وزيد عليهم تينا من الدهان اللي يدسمون البشرة ياسين موجودين كاين مقاولين يدسمون البشرة. ما نقدر تقولي لنا خاف من البيبيسيتي هذيك عندك البيبيسيتي اوكي نعرف المشكلة. دكتورة هون وحدة طرحت سؤال، شنو مرض الزقر وما هو تعريفه العلمي وما هو ضرره على الصيام وهل يفطر صاحبه؟ مرض الزقر هو اللي قالوا سيفيليس. سيفيليس هي المالادي سيكسيلمون ترانسميسيب، معناها انها مرض منتقل عن طريق الجنس. واغلب الانسان يتخيل من في الزقار وهو مرض الا اذا كان شي تحبب والله جا شي كراط على كاعي والله شي يقول كان في الزقار الو كزقار عاد قليل حتى به اللي ديجا دواء مدار وعاد خارج دقا عاجي على الاكسبونسيون دقا على كاش دقا واحده ويضرب الو عاد قليل الزقار ينتقل كما قلت لها عن طريق الجنس والله انتقل المراه الحامل تنقل من جهه والله ما جاء عن طريق الدم ولا شيء، ما عنده انتقال ثاني لمس ولا شيء ما ينتقل. واعراضه فيه مراحل، فيه لا سيفيليس بريمير سيكوندار وتيرسيير. لا سيفيليس بريمير اغلب الاحيان يجي ويا عليه مجريح صغير دائما شانكر سيفيليتيك شانكر عليه مجريح صغير في المناطق التناسليه وتوف دائما كاع سا باس ان ابيرسي خاطر ما يفطر ما يفطر يتخرب دائما يطلع يجي ما يوجع ولا يألم ويتخطى ما يفطر لو ركاش وتوني هو تفطر عابو تجي لي قال لا سيفيلي السكوندير لا سيفيلي السكوندير تبدا تعطي شي من حب في الجسم شي مطشات في الجسم يعني يقعد في بياض يجي في بياض القاعي وتوف وتنكبر وحده وترجع تكبر وحده وترجع وتعين يتفوت ياسر ما ودوات الو كذاك مات له خالده دائما عند الفحص ويجي وجاس المواد فحص على طريق فحص الدم طبعا هي من فحص الدم من فحص الدم يعدل نعة الزقال مع ان الرجال متخيل انه الزقال كي صدام يعدل فحص الدم دور عاد فيه روح وهذه يقبل دقه من اللي واحده تبري بالنسبه لمرحله الاولى والثانيه لين تعود المرحله الثالثه ذل الدقات كلهم بين مع صاحب اسبوع وتبري وتشوف الو اغلب الخلق بعد ما هذه الزقالة مستوى كانوا عنده ضرر على الصايم كان ولا هذه يفطر بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية ما عندها ذوق ضرر على كل حال إذا شفت الشبابي لا يجي داك الدكة ويضرب طوب النور طيب بالنسبة للمرحلة الثالثة ما عندها تخاف كاع هي اللي تعطي المشكلة دائما الناس اللي عندهم أيمونة ديبرسيون الناس اللي تو تاسر من السنين ما قبلوا قاسوا الطب ولا قبلوا قاسوا شيء ونادر كاع ما تلقى بخيس موجود يعطي مشاكل في القلب ومشاكل نورولوجيك ولا شيء لكن ما يجي ما يضطر به اللي المرحله الاولى والثانيه اللي نزل فيها منه لا جيتو تنعطاه الدقه ويضا اوكي تو المرحله الثالثه واعي على لقاه جوصل. السؤال الاخر ما هي خطوره المواد المبيضه على البشره تكلمنا عنها؟
سؤال من فتاتي المواد المبيضه المواد الفرياسيون المواد الكريمان اللي قلنا انه هيدروكينون هيدروكينون او دو بي هاو دهن كيما قلنا كاع مكنزه وفايزون هادشي لا هي صغلو رقاش لا صغلو رقاش يقير ابخي الهيدروكينون اللي بيا رقاش او دو بي يقير مع الوقت شعقاب يرجع مع الوقت لابد يعقاب يعطي الواي قال لي ايبر بيغمونتاسيون ان لينيت ايبر بيغمونتاسيون ان لينيت اللي هي تزكني في العين تعود اكحل من الجلد الثاني على الوقت تعود الفوح اللي يقولوا له لان يعني هو سبب لا بدي اعطي الوان قاعده دفع دفع من الى لا يكحل ديتاش ديتاش من الزرور الى ويعقب ما لي يعطي لي تاش هذا لا بدي يعطيه مع مرور الوقت مع مرور الوقت لا بد منه على حد واحد عمل من فتره قصيره ولا فتره طويله لا بد ديك حتى اللي عملوا فتره اقتصارهم هو يعطوا دائما ما عاد يصير يشوف الشمس لاني نشوف ولا الشمس وفي كومبليكاسيون كان لا يجمع طول الوقت يقدوا يجمع طول الوقت مع ان الشمس العجل خاطر ما يجي بشرة من واحد يعيش من خلق يجي بالعجل ويعيش من خلق اي نوع من البشرة يعجلوا عليه ما لا البشرة الحساسة الخلق اللي بشرته حساس ولا البشرة الجافة لا ما هي دائما البشرة الجافة بالعكس البشرة المدسمة لا يجيب لها الحب يجيب لها الحب وتاج وذاك الشيء فهمتي واللي طاش على كل حال يجيبهم للبشر فيه اوكي وبالنسبه لي كورتوي لي كورتوي كما قلنا يراقبوا الجو منين يراقبوا حتى بالنسبه للخدود ولا الشيء اللي يفاز اللي هو الجلد تحت العنق ومنين يحس الجلد يراقب 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 يفصلوا العنق فيه يعود العنق ذوك مع هذا لازم خاطر يجينا عندهم مفصلين يدوروا لهم شيء على بالك لابد الجلد خليها تثبت من الجلد ولا هما اللي ينبت الزقاق يزيد الزقاق باش يديروا على قال لي سيتيزون الوغ ينبت الزقاق يعود الزقاق ياسر هذا الناس من سبب انه خاصه الهرمونات هذه ايبر اندروجين يزيد الهرمونات يزيد الهرمونات يعود يعود قاش يعود يعود الزقاق حتى هذا هذا اساسا من المطار اوكي هون واحده تقول انها كانت تعمل دهين وانها دالين وقفت دهين ديما لي دارموكورتيكويد والله يدوكينهم وانا داني توقفوا يكسجن او تقاس ويكحل من هشتها هذا شنو شنو الطريقه اللي بترد بها جلده قلبيه شوفي هما اللي داروا الكورتيكويد هذو ادويه احنا نعطوهم بالحساسيه فهمتي هما ادويه من مضارهم انه يبين انا الخلق يمشي يقبضهم ويستعملوا المضار يستعملوا فور لي زيفي سكوندير فهمتي والخلق في اغلب يقول لك هذه اللي كورتيكويد الاطباء يكتبوهم على انه ما يقدروا على ما يخسرش ما يجي واحد يجي يقول كان الخارج تقول طبيبه انا الخارج مع انه ما يقدروا يتخسرش حنا نكتبوهم يقيموهم للمراض نكتبوهم للحساسيه نكتبوهم للبسورياسيس نكتبوهم ياس من المراض فهمتي الوغ هذه المراه وازن عليها تعود عندها حساسيه حساسيتها ما حد نتعمل لي دار كورتيكويد تبع عنها لكن فهمتي بلي هما يداروا على الحساسيه اينين توقفهم تقوم لها الحساسية لي كورتيكويد هما اللي عندهم مشكلة أخرى لأن احنا حتى انا حنين نكتبوهم يطلعوا يوقفوا لا بدو يوقفوا التدريج بين اليوم يبلوكو لاكس هيبوتالامو هيبوفيزير وينين وقفوا مراكاج بريستومون يجي انسيستون سيرانالين ايبي ويجي اوكي وتو معنا مع ان الخلق دائما يجي ويجي موقف من بريستومون ذاك يجي من الحساسيه الوغ هو لا بدا يعدل لهم اندغريسيون وبالنسبه بالنسبه لما قالت لي تعود عليا رايقه كحله هي سولتك عن الطريقه اللي قد ترد بها جلدها شنو شوف يا ودي انا رجاجي اللي يعود رجاج عاد لا دي بيغمونتاسيون اللي يوقفهم لا بدا يجي الوعي قالوا لي في روبون لا يرجع كحل من حالته ابا لا بد منها يا قايلين يتابع وتم موقفهم وفوت فتره موقفهم وعمل بمستحضرات طبيه وعمل ادويه في فيتامينات ومستحضرات عاديه يعقب يرجع لكولورو الاصل هو اللي باغلب الخلق منين وقفوا ما يجي يوقفوا باللي داني وقفهم يرجع حال من حالته يقبض ويرجع وبالنسبه لهم لا دي بيغمونتاسيون التبييض لي كورتيكويد ياسر من لي زيتيد نعرفوا ان توقع فيهم اندبندونس معناها ان الرجاج يعود ديبوندون يعود لا بدا لا كيف تسقاليت ولا دي لالكول ولا ما دي لا دروب يعود ينين يوفى منهم فهم اندبندونس بسيكولوجي لا بدا لهم بسيكولوجي نفسيا يتعلق نفسيا وفهم ما دي زيتي قايلين ان تقول تعود فهم اندبندونس فيزيك لا بدا لهم لا بدا لهم ينين يرجع الوغ الرجاج اللي يوفى منهم لا كيف تلقى جواب مسكاني حاول يوفى شي واحد منهم مع الوقت دور يرجع ياكل ودور ينسى هون سؤال واحد تسول عن اخلاق الدقه اللي تعرض ليها جي 5
ومع الصابونيه كانوا سبب سرطان الجلد وما تعرف القنابل هون كلشي خلطوا هذا القنبله تيبيك جي 5 وصابون جي 5 ما تخسرش لي ديال الماء ماشي السكر ما عندي نوبه يا ولا كحل تخيلوا وبالنسبه للصابون الصابون يعطي نتاع على الجسم لا يصب ولا كاع جو يصب بيهد لينين يخليها رجاج جوج فتره طويله ثاني يقلع عليك لا كوش كورنيه كما نقولوا لكم ديك القرنيه اللي كنقول بينها مهمه وتحكي الجسم لا يحوز عليها هو ويقلعها يطير من هذه كوش يعود الجسم مات لمحمي الجسم الصانين يعود مات لمحمي يقد ينجرح فاسيمون يقد يجو لي زانفكسيون فاسيمون لي زانفكسيون يقد يعودوا لي شامبينيون يقد يعودوا لي بكتيري يقد يعودوا هذا ودوك لي زانفكسيون مع طول الوقت اللي ما دارا يقدوا لا يعطوا سرطان هو اي شيء في الجسم مع طول الوقت ما داوى يقد يعود سرطان واضح. هون واحدة تسول عن أضرار بلونداج غير البشرة تشغيل الحواجب بلونداج. بلونداج لا نفس اللي تقول عن الصابون وكونوا طمين. بلونداج هو لو أكسجين يكون على كل كوش الفوزانية ولا كرطاس يقرعها نهائيا على تلقى الجسم ما هو بروتيج ومع ذلك أبارسان يديري يمشي جدا منين يمشي بالدم من المطار الخالي حتى المناعة هي شنو هي؟ الو بلونداج ما يعطي اي رجاج يجيو ما هو مجهول للجسم لا يحرق الجسم ولا يحرق الجلد وبالنسبة للتشقير للشعر شو التشقير يعود رجاج ديالو ديجا قريب من العين الو بلونداج دو لو اوكسيجيني يعني يطيح في العين لا هي حرقها لكن فهمت اللي تعود بريلير كركار اخر فهمت ويقدوا ما يطيح الشعر بيني ما هو معدل صغار سكتو صغار الحواجب هما يقولوا في خالد نوعية بلونداج للحواجب وبلونداج للجلد وبلونداج للشعر ما درا كان لقى حق ولا ما حق ما انا عارف انا ما كنت شفت البلونداج هون واحدة سولت قالت عن عندها حساسية لها سنة فيها وتقبلها وكلمتينا انها عدت جميع الفحوص وكانت تتعمل اكسيزال وسنة ولا تنافعها قلت عرف شنو سبب الحساسية والعلاج البديل للاكسيزال حساسية في أغلب الأحيان تعود عندها سبب عندها سبب مكين السبب يعني يعود شيء ملموس شيء يجبره رجاج يمسه شيء من المواد يمسه يقيمه بالحساسية يعني يعود شيء مش الحساسية قاعد تتكلمين عنه شوي بيش نخاف لا نتولد من الحساسية وهو الحساسية الحساسية بتعود بتعود ارتكار الحساسية بتعود كل شيء بيلي حساسية بتعود جوبة كما يقولوا بيها جوبة تعود حساسية تعود شامبينيون فهمتي حساسية بتعود حتى يتغير في شيء من الماء فهمتي حساسية بتعود شيء من الورمات كيف تعضت النمل تقولي له تشيل له ارتكار فهمتي حساسية بتعود حمار حمر على الجسم وانتو في اغلب الاحيان بعد الحساسية تحك دائما في اغلب الاحيان تكبر اي شيء حك نقدر نعتبره انه حساسيه لا لا فهم يا سمي مرت حك ما هي حساسيه فهم كرب حك ما هو حساسيه الفرق انه ممكن شيء قد حد يحك ويقعد يعود العقل ويقعد يعود العقل لا قال لي احك شيء كاع هما قاعد يقولوا له كرب اللي من مارت تحك فهي قالت لنا تعمل الزيزان الزيزان تولى حساسيه منين يعود انفعها معناها انها قالت لنا لها السنه تعملوا وما تلا نفعها ما درا كان في الدواء اللي يجي لك يا الله تتعدى قدم الفرصه تتعدى الفرصه ياك تعرف سبب الحساسيه شنو كيما الحساسيه يا كانت بتعود شيء الشعل الجلد الشعل الجلد هما اللي نعطوا لي تيست ادرولوجي ولو بريك تيست ولا شيء بتعود شيء مشمول ولا شيء موكول يعدوا لهم دوزاج دي جي سبيسيفيك في الدم يا تتعدى قدم الفرصه وتعيد تعود كاع من حساسية الحكة اللي تعود سبب الكوليسترول زيادة تاع البيلان البيلان سبب الرينال اللي تعود البيلان الكلى المهم مني عرفت تعدى البيلان تحاول تجمع سبب بيدي الحساسية اللي عبد الرجال جابوا من سبب لما هو السبب لا تمد ولا باغي هذاك الوقت مزيتي توقع منه وترجع مرة أخرى لو لا بد تعرف سببها سببها ما حد ما عارف الفاكتور ديكلانشون ما تمد ترجع دكتورة هون واحدة سولت قالت عن عندها طفيلة لها 5 سنوات فيها نقاط تشبه البهك في العينين وفي كرعيها وفي الراس وقاست فيها أخصائيين وعطاها كريمات غير لا عندنا يتعمل كريمات يزيد توسع هذا اللي تاش والدور تعرف كان قالت شفت حالات وما ذي لو كان دار دولة هاي هي قاعد المرة ما شافت إن شافت طفيلة على واتساب شفتها الطفلة دي اللي فيها نوع من البياض البياض حتى هو عنده شي فحوصات شو عنده البياض اللي هو البرص اللي هو شلون البرص
عنده شي فحوصات قدم فحوصات يعيطوا له بلي يعود عنده اسباب داخليه يعود بعض الاحيان كاع ما عنده سبب انا رجع جي عند الفحوصات يشوف كان فيهم اسباب داخليه عاد فيهم اسباب داخليه اللي كل اسباب لا يتداو كيف يعود خلطه مع الكوتشي ويجي والله يبيرتي ويجي نقص بالغده هذا الغده ولا زياده فيها يعود خلاط مع السكر يعود خلاط مع فقر الدم المهم رجع عند الفحوصات منين عندهم ما في شي ما يفهم لدوي يعطوا مفعول عند رجاج زين ولا يعطوا مفعول عند رجاج زين. هلا نبدأ مع رجاج نحاول معاه من الدوية. أغلب الأحيان مع تجربتي بعد خاصة تركة نعطوا من الدوية دائما يرجع أغلب الأحيان. نعطوها دواء مبدئيا نفوتوا مع ست الشغل اللي يبقوا زين لما نبعون بيسوا دواء ثاني. نعيا ونخلطوا شنو الدوية. أغلب الأحيان التركي يعطي فيه مفعول زين. مفعول زين. سكتوا هذه الشيء فيها هي ما ممكن حتى يعطي الدواء لا يعطي فيها الحمد لله. السؤال اللي يتكرر شنو فطرت لي درما كورتيكويد شنو الطريقة الأنزل ياك يسترجع حد بشرته طبيعية عقب استعمال درما كورتيكويد مرة واحدة سويت كان الحنة إذا داها حد رجله كانت قد ترد جلدته طبيعية كان كي فافوريزي أول شي بعد أن رجاج يعرف الوقف عن مهالي كورتيكويد والنرجاج اللي ما هو تم أي دهينة راها بعد هالدجاج رولا مدوعة بالمصايش وينقال هاي دهينة طبيعية وجدري ما خايب دهينة بالمصا والله تنباع ما هي فيها شي مضر على العموم ما هو خالد فهمتي وعد ما مكتوب عليهم يقال عد هما كلهم يقعدوا شكرا والله يحلونه على أول شيء النرجاج ما يتم كل شيء يديروا عليه بشرته يقيس طبيب ويعطيه الدواء ويعطيه شيء ماشي مع بشرته وتوافق معاها وتوقف اول شيء كما قلت لك توقف هذا ومنين توقفوا لا يتضغط دهاين اعطوه من الطبيب يعودوا يتوافقوا مع بشرته وفهم الدهاين هما اللي يصب الوصب العاديه ويوحدوا لون البشره وفهم هما اللي الوالده البيلينك عندها الاطباء تقشير معدل الوالده لاحماض الفواكه تندات اني في ليتان توحد لون البشره ماشي مجهول البشره الدسم ماشي مجهول الكنس ماشي مجهول الطشات لفري ينفع هذا فهم اللي أبغى لي بيلينج البيلينج لا مواجه داروا هاد فهم اللي رواية خا دقات قال إن دقات الإنارة من معدن لاميزو تيراب فيهم كوكتيل من الفيتامين فيهم من الفيتامين سي من دار البشرة اللي ندقوا فيها غير سطحيا يغادي البشرة ويصب الأوفر أنا بمشي الحلول البديلة ما يوفر يقرأ ترجاش يجي الطبيب يعطوني ما يتم يقول له قاعد جد هنا تصبر نجير إذا كذا يصبر نجير إذا ما يتوازن رجعنا نفس السؤال بها علاج وأسباب والوقاية منه بواق العدو البرص دواء البهق هو اللي هو بتريازيس فيرسيكولار الأقسام هو اللي كنا فيه قبل تريازيس البياض تريازيس فيرسيكولار هو مسؤول عنه عن شامبيني طفيلية تخلق هون يهم مصطلحات العربية هي فطريات مسؤولة عن المطريات وشان يعلم هما عايشين على جسمنا كله متعايشين نحن هما عن كليبا إنين يجبروا فينا زهر كيف تضعف مناعة الرجاج ولا كيف هما اللي يجبروا هما اللي كونديسيون فافورابل عيشتهم كيف تعود تعرض ولا حمان وذا الشيء لكن يدفلقوا هما ويقلبوا الجسم فغلب بالأحيان لبهر هذا يجي بالحمان وتو يجوا طشات بيض ويعيا ويجوا طشات كحل وين قال بتخلص فيرزيكولور فيرسيكولور معناها انه بتجيب الالوان المتعددة وعلاجه علاج عندنا تهاين عندنا دي شامبو عندنا شي نعطوهم له يتعالج بالعجب والوقاية منه الوقاية من رجاج إيفتي الحمان والعرق الناس اللي دائما عندها مشكلة العرق نصيحهم بشيء معين كي تلبس كوتون كي يلبسوا كوتون هي من بعد البودر مانا وسكوبي البودر مانا معلومة بالجسم بلي كل البودر دونا يجي لرجاج تترانسفورمي ان دي بيتي كريستو مثل الكريستو كيف تروي تصغي من المزاج تم يدوب بالجسم ويريتو وهو كلها حساسيات وهو كلها اسم الامور الوغ البودر مانا تلجي ولا البيضان ولا على الجب ولا يجيو من الشاشه واحدة مسولة كان البياض قد جبرانيها وموضوع الجبر البياض يبرع بعد عن الناس ومدي معلاد نعطوه بدو يبرع محايدا مع صار شي تمارجة لا فهم دي زون فهم مناطق صعيد فيها مناطق صعيد فيها وما سكتوا الأطراف الأيجين والكرعين صعيد فيهم في المناطق الأخرى يعني يبرع يعني ما هي يقلب الدور حسنا
دكتورة سؤال آخر كان جاني لواتساب، شنو هما المستحضرات اللي تنصحي بهم من أجل التناول بشرة صحية وطبيعية؟ يعني تنصح بمستحضرات محددة اللي لا يدرد شي من البوبليسيتي ممكن يعطيك كلمة قلتها هي كاع شي كيس طبيب جديد يعطيه المستحضر اللي يشوف بعد كاع عجبو شنو باش رايك انا جافي كان نبدا السبري كان فيها فاشي كان فيها اللي تمش لكن فيها شنو حسب ذاك اللي فيها لا يداويه وبعد ما فيها شي يعطيه الفيتامينات يعطيه الامور اللي لازم. دكتورة هل هناك فحوص بالبلد يمكن اجراءها لمعرفة الحساسية الجديدة؟ والله فهم الفحوص كما قلت لك الحساسيه ديال فور ليكزيما دو كونتاكت فهم فحوصات يندارو على مواد ان باتري ستاندار قال فيها اغلب الاحيان 24 ماده 24 ماده اللي هي من اكثر المواد اللي تجيب حساسيه تندى نجيروا على جسم المريض ويمشي نخليو 72 ساعه اليوم ثلاث ايام ونرجعوا نبيعوا الماده اللي فيها من الحساسيه لا تنبت فيها حب الماده ما فيها من الحساسيه ما لا تنهدروش كيف فيها مواد فيهم المس كيف مواد في الكاوتشو كيف مواد فيهم كذا اللي فيهم حساسيه لا تنحب فهم مالي الفحوصات اللي يعدوا في الدم الوغ العاد عندك حساسيه من اي شيء مشروم القبره وما عرفش ولا ايوه عاد حساسيه من الشيء وكل كيف طماط وكاروت وشي ولا خاوي يلا شي انفيرونمنت صح معناها انك تكون موجود يعني بدو استقبل واش عندك كيسيون اللي جو ان ديريكت enfin merci merci docteur Salem Tiahi الوقت ما كان بيننا قبل الوزاره الكاسيو انا تشرفنا بفضلك معنا شكرا عندك كلمه اخيره تقوليها لكن الكلمه الاخيره والاولى هي العليا ان شاء الله يخلوا عنهم هذا التهاين اللي حاكينا في السوق يخلوا عنهم بشراء مهمه هي واجب ترقاش وهي اللي تنعتو الدواء اللي يخلق به بر صعيب إذا جاو تشات الدواء صعيب إذا جا الحب الدواء صعيب إذا جاو المطبطات الدواء صعيب معنى أن رجاج يحمي قاع راسه لونه اللي أعطاه مولانا يحمي ويقبل دهاي نصب له على لونه وفهم كلمة أخيرة اللي نقولها نسيت ما قلتها إن الميلانين اللي كحل هو اللي يحمي ضد سرطان الجلد وإن نحن في بلاد شمس متينة والشمس تجيب سرطان الجلد وقد ما عاد الميلانين في الجسم قد ما عاد بروتيجي كونتر لو كانسر كي ثاني معناها اللي رجع يجيب يحمي راسه من سرطان الجلد ما يعمل له في الدهي سينو لا يقلع ميلانينو ونبقي مولي نوجه كلمة أخيرة للأطباء المتخصصين ضاربين هذه الفترة عندهم مطالب أولها بعد المريض بعد كاع بيجي عند ناس من الأمور ناقصة في السيرفيس كيف نحن في الأمراض الجلدية اغلب مرضانا فقيرين ما عندهم باش يداوى يجيك مريض ما عنده باش يقطع كونسلتاسيون يجيك مريض ما عنده باش يشري دواء الوغ نختار وتعدل لهم ان بريز ان شارج تعود تكفر بيهم عدو يقدوا يداووا روسهم يداووا عليها وعندنا مدي نقص القدر من 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 المكاين وذاك الشيء نختار مدايجه شكرا